السلام عليكم طلاب، راح نكمل وياكم بارت 2 من الـ drugs used for hypertension. يعني احنا ناقشنا الـ hypertension وعرفنا اكو خطوط علاجية لهالموضوع. اول خط علاجي طبعا هو ما يمثل first line treatment، لكن دا ناقشن احنا كقسم قسم كان أدي الديوريتكس. فهسه راح ناخذ بيتا ادرينو ريسبتور بلوكينج ايجنت، نسميه احنا البيتا بلوكر. مختصر مالته اول كلمه مثل ما تشوفه بيتا بلوكرز. اوكي، يبدي لك يقول لك البيتا بلوكرز ار تريتمنت اوبشن فور هايبرتنسيف بيشنت وذ مع ظهور امراض قلب. يعني اذا عنده هو ارتفاع ضغط مزمن مع مشاكل بالقلب، بعض انواع المشاكل يعني مو كلها، ممكن يتوجه للبيتا بلوكر. A summary of beta blocker mechanism action is demonstrated in the figure. هذا الفيجر اللي يحكي عليه. عنده تو ميكانيزم، شوف لي فوق بع لي فوق، يعني الاكتيفيشن اوف بيتا 1 اون ذا هارت راح يقل، لان عندي انا البيتا بلوكر راح تثبط لي بشكل رئيسي البيتا 1، لان البيتا 1 موجوده بالهارت بالقلب. من قل أدي؟ قل أدي الفورس أوف كونتراكشن، فهيقل أدي الكاردياك أوتبوت، وبالتالي راح يقل أدي البلاد براجر. الميكانيزم الثانية راح يشتغل لي على البيتا 1 الموجودة بالكيدني. قل أدي الرنين، تعرفون الرنين يحول الانجيوتنسين 1 إلى يعني كسيستم يؤدي إلى تكون الانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 طبعاً هو potent vasoconstrictor، فمن راح يقل أدي؟ راح يصير أدي peripheral resistance، راح تقل الأوعية الدموية، ما راح تتقلص بشكل قوي، راح شوي يصير بارتخاء، فهيقل أدي البلد براجر. وأكو ميكانيزم أخيرة ويا الرنين انجيوتنسين سيستم، ممكن الدستيرون يقل ويقل أدي صوديوم اند ووتر ريتينشن، والبلد فوليوم يقل ويؤدي لي إلى قلة البلد براجر. يعني يشتغل لي من كل الطرق تقريبا. The non-selective beta blocker. Non-selective يقصد بيه يشتغل على البيتا 1 الموجودة بالهارت، ويشتغل على البيتا 2 الموجودة بأماكن ثانية مثل كيدني، عفوا مثل لانج، مثل لانج الرئة. البيتا 2 إذا صار بيها activation مو بلوك، هاي أدويتي بدي أحكي عليها سو بلوك. أوكي، البيتا 2 إذا صار بيها activation راح يصير عندي برونكو دايليشن حلو، لكن أنا إذا جيت وقفلت البيتا 2 شو راح يصير أدي؟ راح ما يصير أدي برونكو دايليشن، وراح يصير أدي مشاكل أبو الأسمة الربو. فيقول لك النون سيلكتيف بيتا بلوكر such as propranolol are contraindicated in patients with asthma. Beta blockers should be used cautiously in the treatment of patients with acute heart failure or peripheral vascular disease. يعني أنا لازم أعرف الجرعة المضبوطة اللي أعطيها ونوع البيتا بلوكر، لأن أكو سيلكتيف ونون سيلكتيف. يعني مثل ما عرفته هو ايضا يقلل الكاردياك اوتبوت، يقلل سرعه وقوه ضربات القلب. ثيرابيوتيك يوز، يعني وين اكثر شيء يفيدني؟ يفيدني طبعا بالضغط، ولكن المرضى المصاحبين لامراض القلب، بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالتنفس، يعني اما اعطيه سيلكتيف او ما اعطيه البيتا بلوكر. التاثيرات الجانبيه الادفيرس افكت براديكارديا هو راح يقلل ضربات القلب، لكن مرات اول جرعه او اذا استخدمت جرعه عاليه راح عندي براديكارديا، يعني راح يقل عندي ضربات القلب عن المعدل الطبيعي. هايبوتنشن انخفاض شديد بالضغط، وسي ان اس سايد افكت. عندي ما يسمى دراج ويذدراول، يعني اني عندي البيتا بلوكر ما يصير اتركها بصوره مفاجئه، استخدمتها شهر شهرين طب قطعتها، لا ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي، اقطعها بطريقه تدريجيه، لأن abrupt withdrawal may induce angina myocardial infarction. Therefore, these drugs must be tapered. يعني لازم أتركها بصورة تدريجية على مدى 10 أيام، أسبوعين، ثلاثة إلى آخره. عندي مجموعة ثالثة نسميها AC inhibitors، اللي هي angiotensin converting enzyme inhibitors. The AC inhibitors lower blood pressure by reducing peripheral vascular resistance without increasing cardiac output. يعني ما راح تلعب لي بالهارت، لا راح تسيطر لي على الأوعية الدموية بصورة أكبر، مثل ما تشوفون طلاب عندي بالفيجر انجيوتنسينوجين يتحول
عن طريق الرنين طبعا انجيوتنسين 1. وقلنا من يتحول الى انجيوتنسين 2، الانجيوتنسين 2 هسه حكينا عليه، قلنا بوتنت فازو كونستريكتر، يعني يسبب لي تصلب وتقلص الاوعيه الدمويه، والبريفيرال ريزيستنت راح يزيد ويزيد ادي بلاد بريشر. فاني سويت له انهبيشن، منعت تحول انجيوتنسين 1 الى 2، هذا الميكانيزم مالته. وايضا تكلمنا بخصوص الالدوستيرون، من يقل راح يقل ادي كميه الدم بصوره عامه، يعني بلاد فوليوم، فقل ادي البلاد بريشر بهواي استخدامات. طبعا جروب جدا مميز. الاستخدامات المميزه لهذا الجروب الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيترز، يقلل لي الضغط، كميه الضغط، ضغط الدم طبعا داخل النفرون، نفرون الوحده الاساسيه الموجوده بالكدني. من تقل أدي بالتالي راح يقل أدي ما يسمى بالزلال، يعني من يقل أدي الضغط داخل النفرون ما راح ممكن يعبر أدي بروتين في الألبومين، يعني من يعبر أدي الألبومين ويطلع أدي باليورين راح يأذي الكدني، صار أدي نفروباثي. فأقدر أخذ بجرعات بسيطة خاصة أبو السكر يعطيني بروتكشن، حماية للكدني من هالموضوع. So AC inhibitors slow the progression of diabetic nephropathy and decrease albumin urea، يعني البومين اللي طالع باليورين بالإدرار. Also AC inhibitors are a standard in the care of a patient following myocardial infarction and first line agent in the treatment of patient with systolic dysfunction. قلنا اللي عنده ميكانيزم مميزة جدا فممكن استخدمه بهاي الحالات، يعني شخص صار عنده مايوكارديال انفاركشن واشخاص عندهم سيستوليك ديسفانكشن، يعني كميه الدم الطالعه بيها مشاكل، اذا تواجه ريزيستنت قويه فاقدر اعطي اي سي انهبيتر حتى يصير ارتخاء بالاوعيه الدمويه اللي طالعه من الهارت. Chronic treatment with AC inhibitors achieve sustained blood pressure reduction, regression of left ventricular hypertrophy. يعني من استمر على استخدام الاي سي انهبيترز راح يصير عندي سيطره واعتدال بضغط الدم، وكذلك left ventricular hypertrophy. تقدر تشيك ليش الليفت، يعني ليش اكدنا على الليفت، حتى يصير عندك يعني بس حفظ لهالموضوع اكثر وسيطره على الماده. حالة أي جروب ثاني عدة سايد إفكت، من ضمن السايد إفكت عدي يعني الأمور المميزة بصراحة سنتكلم بها إن شاء الله، عدي دراي كاف. راح نحكي عليش دراي كاف، لأن نفس الإنزيم يمنع لي تكسر البراديكينين، فد مادة موجودة يعني هاي البراديكينين إذا صار بي أكيوميليشن نتيجة الأي سي إنهبيتر راح يصير عدي قحة جافة، راش، فيفر، ألتر تيست، هايبوتينشن، خاصة نسميها فيرست دوز هايبوتينشن، يعني بس أول جرعة هتحس مو اعتدال الضغط، انخفاض الضغط، يعني مصاحبة بأعراض مثل دوار يعني. And hyperkalemia، تنتبه لي على hyperkalemia، يزيد أدي البوتاسيوم بنسبة معينة. AC inhibitors can induce fetal malformation، يسوي لي مشاكل بالجنين، لذلك ما أقدر أعطي المرأة الحامل أبد. Contraindication، ممنوع نطي. المجموعة الرابعة هي بالضبط نفس الشغل الـ AC inhibitor، هي نسميه Angiotensin 2 Receptor Blocker. الـ AC inhibitors كانت تشتغل لي على الإنزيم اللي يحول لي الـ Angiotensin 1 إلى 2، هنا لا، ما راح تشتغل لي على الإنزيم، راح تشتغل لي على الـ Receptor اللي يشتغل عليه الـ Angiotensin 2، يعني بشكل بطريقة ما كل الطرق تؤدي إلى inhibition of angiotensin 2 يعني. Their pharmacological effects are similar، نفس التأثيرات المتوقعة. Okay. That produce arterial and venous dilation and block aldosterone secretion عفو، thus lowering blood pressure and decreasing salt and water retention. نذكر بهاي المجموعة انه احنا قلنا بالاي سي انهبيتر صارت عندي مثلا قحة يابسة دراي كاف، هنا ما يصير عندي لان انا ما داشتغل على الانزيم اللي سبب لي هاي المشكلة، داشتغل على الريسبتر. فبعض المرضى
اللي يعانون من كف مزمن ممكن الطبيب يحول للعلاج يغيره من اي سي انهبيتر الى اي ار بي اس اللي هو انجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر. الجمعة الخامسة طلاب عندي نسميها كالسيوم شانل بلوكرز سي سي بي، نقسمها مجموعتين حسب السلكتيفيتي مالتها. المجموعة الأولى داي هايدرو باريدينز، أوكي مثالين عليها أملودبين أند نيفيدبين، أملودبين أند نيفيدبين. المميز بالأملودبين والنيفيدبين أكت مينلي أون بيريفيرال فاسكولاتشر، يعني راح توسع لي وتسبب لي ريلاكسيشن بالبلد فيزل. لكن المجموعة الثانية النون داي هيدروبيريدينز مثل فيرابامين والديلتيازيم less selective، يعني ما راح تشتغل لي على البيريفيرال فاسكولاتشر كل شيء هواي، راح تشتغل لي على البيريفيرال فاسكولاتشر وراح تشتغل لي على القلب ايضا. اوكي شو دايركت افكت اون بيريفيرال فاسكولار اكتيفيتي، يعني ايش افتهم من هذا الكلام؟ افتهم المجموعه الاولى تسبب لي استرخاء بالاوعيه الدمويه، المجموعه الثانيه تسبب لي استرخاء الى حد ما بالاوعيه الدمويه ريلاكسيشن بيريفيرال ريزيستنت، وايضا تقلل لي ضربات القلب. لازم اكون حذر، يعني قبل ما اعطيه المريض اشوف ضربات قلبه، يجوز هي اصلا يعني اصلا هي قليله جدا وبطيئه، فما ما يصير اعطيه اياها بهالطريقه، اعطيه غير مجموعه على سبيل المثال. What is the therapeutic uses of calcium channel blocker؟ ممكن استخدمها كخط علاجي وحدها او اضيفها الى مجموعه ثانيه. They are useful in the treatment of hypertensive patients who also have asthma. ممكن استخدمها بأريحية المرضى اللي عندهم ربو او سكري diabetes او مشاكل بالاوعيه الدمويه. It's okay. على عكس البيتا بلوكر they do not have the potential to adversely affect this condition. مثل ما حكينا احنا بالبيتا بلوكر كانت شوي نحسه اذا تذكرون، لان مصممه تشتغل على القلب بصوره مباشره، واكو عندي البيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3. هنا أنا لا شوي اريحيه افضل، يعني خاصه بالمرضى اللي عندهم اسما ديابيتس الى اخره. النقطة الثانية مهمة، كل الكالسيوم شانل بلوكرز ار يوزفول، مفيدة ان ذا تريتمنت اوف انجينا، اللي هي الذبحة الصدرية او الذبحة القلبية. كل الكالسيوم شانل بلوكر اقدر استخدمها بالهايبرتنشن وايضا استخدمها بالانجينا، فتخط علاجي مهم جدا. شنو السايد افكت؟ First degree arterioventricular block and constipation are common dose dependent side effect of verapamil. نعطيك مثال على اللوندا هيدروبيريدين مثل فيراباميل، المجموعة الثانية إذا تذكرون أخذنا هذه المجموعة الثانية نون داي هيدروبيريدينز. الفيراباميل طلاب هاي سايد افكت اللي حكيها دوز ديبندنت، يعني كل ما زيد الدوز كل ما راح يزيد عندي هاي سايد افكت. عند تأثير على الكهربائية مع القلب first degree atrioventricular block، يعني نقصد بها الكهربائية مع القلب، ويصير عندي امساك constipation. اوكي السطر الثالث فيراباميل and ديلتيازيم should be avoided in patients with heart failure or with atrioventricular block due to their negative inotropic. احنا قلنا الفيراباميل والدلتيازيم اوكي عندهم تاثير على القلب بصوره مباشره، فاذا شخص عنده هارت فيلر يعني عنده فشل بالقلب وكميه الدم اللي قاعد تطلع من القلب اصلا قليله، فبالتالي انا ما يصير اعطي الفيراباميل او الدلتيازيم، ممكن يعني اعطيه بحالات معينه حسب رؤيه الطبيب والحاله اللي دا اشوفها يعني، لكن بالعموم ما يصير نعطيها نبتعد عنها. أو الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكهربائية مع القلب atrioventricular block due to their negative inotropic شو يقصد بيها؟ force of heart contraction. يعني عندي مجموعة أخيرة ولها استخدامات خاصة ممكن أقصد بيها، يعني على سبيل المثال
مريض عنده ارتفاع ضغط طارئ وشديد جدا، يعني حالة أعطيه أبرة أو حباية مؤقتة، يعني مو مستمر عليها طول العمر، أو أعطيه إياها في وحدة الطوارئ. يعني the direct acting smooth muscle relaxant. smooth muscle يقصد بها العضلات اللي موجودة بالblood vessel such as the hydralazine and minoxidil. يمكن minoxidil يعني سنحكي عليها بآخر السلايد، الاسم يعني كلش مألوف عندكم، لكن ما مألوف انه تستخدموه للضغط. هسه نتكلم عنه، صبروا لي. are not used as primary drugs to treat hypertension. يعني احنا قلنا الديورتيك مثلا المدررات، كالسيوم شانل بلوكر، الاي سي انهبيتر، ممكن استخدمها بصوره اساسيه. يعني هذا يقول لك ما استخدمها بصوره اساسيه، لا، في حالات خاصه. These vasodilators act by producing relaxation of vascular smooth muscle, okay, primarily in arteries and arterioles. الأوعية الدموية الرئيسية والدقيقة. This result in decreased peripheral resistance and therefore blood pressure. هاي يعني باختصار ميكانيزم مالتها، سبب ارتخاء يعني في الأوعية الدموية. بالنسبة للمينوكسيديل، شافوا المرضى اللي من نعطيهم مينوكسيديل، اوكي، حيصير عندي هايبرتريكوسيس، يعني صار عنده نمو مبالغ به للشعر في طبعا في مناطق بالجسم متفرقه، اوكي، فصنعوا منه، استخدموا هذا التاثير الجانبي السيء، استفادوا منه، صنعوا بمنتج موضعي، يعني ما ياخذ حبايه مينوكسيديل، ياخذ مثلا سبراي او شامبو توبيكال، يعني توبيكال سطحي على الجلد يستخدموه. موجود حاليا بالاسواق بشكل شامبو، بشكل سبراي مثلا، خليه على الشعر، اي منطقه تريد ينمو بها الشعر تستخدمه بصوره مستمره ويعالج لي الصلع. يعني نحكي شويه طلاب معلومات عامه، شنو هايبرتنسيف ايمرجنسي؟ Hypertensive emergency is a rare but life-threatening situation characterized by severe elevation in blood pressure. احنا اخذنا الطبيعي اذا تذكرون 120/80. هذا يعبر 180 الى 120، يعني هذا رقم كلش كبير. فبهاي الحالة حسميها emergency طارئة وشديدة ويعني مهددة threatening. A severe elevation in the blood pressure without evidence of target organ damage is considered hypertensive urgency. Okay. طبعا a variety of medication ممكن نستخدمها، مثل calcium channel blocker، مثل adrenergic receptor antagonist. هنا أنا في التسمية الثانية البيتا بلوكر، adrenergic receptor antagonist أو بلوكر أو بيتا بلوكر، okay، نفس الكلام. وأخذنا أيضا الفازودايليترز هيدرالازين. Treatment is directed by the type of target organ damage and or comorbidities present. يعني أي علاج أنا استخدم اليوم أدي خمس اختيارات، يعني ما معقولة الخمس اختيارات كلها متساوية أدي وكلها نفس الفعالية وكلها نفس الفائدة راح تعكس ليها للمريض، لا، أنا أدي عمر المريض، أدي حالته، أدي إلى أي مدى مرتفع الضغط، أدي الأمراض المصاحبة إليه، يعني هل هو يعاني من ذبحة صدرية وياها؟ هل عنده فشل بالقلب؟ هل عنده سكري؟ هل إلى آخره. فبالتالي على الأساس طبعا يتحدد أدي نوع الأنتي هايبرتنسيف دراجز اللي أختاره. So let's talk about the combination therapy. ليش أستخدم أني أكثر من علاج بحباية واحدة مثلا؟ Combination therapy with separate agent or a fixed dose combination pill. pill يقصد بها تجي الجرعة هي بها مادتين، تاخذ حبة واحدة أو كبسولة واحدة أو بل واحدة هي بها مادتين، أو تاخذها بشكل منفصل، يعني بيزوبرولول الصبح وأملودبين بالليل، هيك قصدي. يعني أول شغلة ما يلور بلاد بريشر مور كويكلي، سيطر على ضغط الدم بشكل أفضل وبشكل أسرع. With انتبه لي minimal adverse effect، يعني أني سيطر لي على ضغط الدم بشكل أفضل وشكل أسرع تأثير جانبي أقل. نرجع، قلل لي ضغط الدم،
بشكل أسرع وأفضل وتأثير جانبي أقل. Initiating therapy with two antihypertensive drugs should be considered in patients with blood pressures that are more than 20 or 10 over, sorry, 10 millimercury above the goal. عادة يعني إذا ضغط الدم كان مرتفع خلينا نقول بالعامية نص درجة يعني 5 درجات ملي ميركوري ممكن استخدم دواء واحد يعني ما استخدم كومبينيشن، لكن إذا كان زايد عن الجول مالتي السيستوليك العالي خلينا نسميه أكثر من 20 درجة والدايستوليك الناصي خلينا نسميه أكثر من 10 مللي ميركوري، يعني أكو فرق حقيقي طبينا كأنه بستيج 1 يعني مو بري هايبرتنشن، لازم يعني يفضل أستخدم علاجين، ممكن علاجين أوكي. وأيضا أوضح للمريض أنه عندما أستخدم علاجين لمصلحته وليس لأنه حالته خطرة وإلى آخره. يعني A variety of combination formulation to increase the patient adherence to treatment regimen that require multiple medication to achieve the blood pressure. واحدة أيضا من الأمور الحلوة يعني بالكومبينيشن ثيرابي من أعطي أني حبة واحدة، يعني خل الباكيت هو بي مثلا شريط، هذا الشريط بي 10 حبات أو 30 حبة، كل حباية هي تحتوي على مادتين، فهو يأخذ مثلا حبة واحدة فقط باليوم، أيضا أفضل من ما يأخذ حبة الصبح وحبة الظهر أو حبايتين سوا منفصلة. فكلمة patient adherence يعني المريض ما عنده مشكلة باستخدام العلاج، ما عنده مشكلة باستخدام العلاج. هواي مرضى ما عندهم patient adherence، يعني الدواء ده يفيده لكن ما عنده adherence، ده يتركه، يعني رغم ما ده يفيده لكن ده يسبب له تأثيرات جانبية. مرات الحبة عملاقة، مثل أعطيكم مثال خارجي، مثل أوغمنتين أبو 1000 ملغرام مثلا، حبة كلش كبيرة ما يقدر يبلعها، أو تأثير جانبي قلت لك مزعج، أو وقت العلاج، أو لازم يأخذ 4 مرات باليوم. هذا نقصد بيه patient adherence، المشاكل اللي تواجه المريض تمنع عن الاستمرار عليها. فأنا من نستخدم combination، يعني الحباية هي أصلا بيها مادتين two drugs أوكي، يأخذها مرة واحدة باليوم، فبالنسبة للموضوع يكون جدا جدا مريح، فهذا نسميه زيد لل patient adherence. شكرا جزيلا طلاب، أتمنى أن ما أكون قصرت وياكم. أدي references للجاتزينج والليبين كود موجودين بكم المصادر، أي سؤال إحنا حاضرين عن طريق ممثل المرحلة أو عن طريق المنصة الإلكترونية. شكرا جزيلا.